صحيح انه الشتوية تأخرت وبعد ما حسينا فيها، بس نحن عم نحضر لتشيز اند واين مع مستر جورمي. بونجور. بونجور. تشيز اند واين هلا على ابواب الشتوية، يعني احسن اكتيفيتي. صحيح. هلا افضل ما نزيدها كثير فيها للاكتيفيتي، يعني لانه يعني تشيز اند واين شغلة كثير بتنصح اذا ما كنا عم ننتبه، وبعدين بتملي لانه كثير بتكون طيبة، وهيدي اللقمة لقمة بتعمل كثير، بس احسن اكتيفيتي بالشتوية. صحيح، هاد قدام الشومينيه احسن لقاء بفرايا مع الاصحاب في كونفيفياليتي. لا مش ضروري بفرايا، حتى بيروت، حتى بيروت. حتى بيروت. تشيز اند واين، تشيز اند واين تشيز، التشيز ما بنعرف عنه كفاية، لان في تشيز اند تشيز مثل العادي بمسيو غورمي نحكي شوي اكثر من فاسي. بس نحن رح نحكي عن تشيز الارتيزانال يمكن اليوم، مش الصناعي ولا مزبوط. بدنا نحكي عن تشيز ارتيزانال، بدنا نفسر لك شيء شو التشيز. تشيز بني ادم بياكل تشيز من تقريبا 8000 سنه. كمان مره بلشنا ناكل جبنه بمنطقتنا، يعني بين من لبنان، الشرق الاوسط، ميزوبوتاميا. كمان مره بل اول تراس انه بني ادم بياكل تشيز هي بمنطقتنا. ايه، اول شيء للحفاظ على يعني البرودكت من الحليب. صحيح. تما يضيع، فبلشوا يعني يجربوا ياخذوا يعني يستعملوه بطريقه انه يحافظوا عليه. صحيح. من هالطرق هي الجبنه. صحيح، لما بلشنا نربي الحيوانات والغنم خاصه، بلشنا صار في كان في النيسيسيتي تو ترانسبورت الحليب من منطقه للثانيه، وبين شيء هيك صدفه، مبدئيا بين صدفه انه لما حطينا الحليب بمعده الخروف بين انه صار في رياكسيون، وهالرياكسيون وصلتنا لهاللي نحن اليوم نعرفه باسم تشيز. حطينا الحليب بمعدة الخروف. صحيح، من بالزمان ما كان في الشوبر تبع السوبر ماركت تبع وات ايفر، كنا ناخذ جلدة الاورغان تبع الحيوانات، وكمان جلدتهم البرانيه. كانوا يلبسوا يحطوا فروه، يحطوا جلده الحيوان مشان كالبسه، واكيد كمان كانوا يستعملوهم مشان يروح من منطقه للثانيه، يعبوا فيهم الحليب، يعني يعملون بشكل كونتينر. كان كونتينر، وتبين انه لما نحط الحليب بمعده الخروف صار في رياكسيون. هالرياكسيون هي شو؟ هي الخروف لما هو عايش بيشرب الحليب بمعدته بيصير في رياكسيون اللي راح تفصل الحليب بجزئين، جزء اللي هو الليكايي، والجزء الثاني اللي هي البارتي ليكويد المي. هالشيء لاحظ انه بعد ما مات الخروف واستعملوا معدته من شان تو ترانسبورت الميلك، تبين انه صار في هالرياكسيون، هالرياكسيون وصلتنا للي نحن اليوم نعرفه كتشيز. فالتشيز بيخلق هيك، بيخلق مبدئيا صدفة، مع الوقت على ايام الرومان صار في اشتغلوا كثير على التكنيك، تطورت كثير التكنيك، بعدين بالمئات السنين بعدين كمان تطورت. ونحن اليوم صرنا اكيد عنا كنترول على كل شيء عنده علاقه بالتكنيك نسبه للتشيز. طبعا عم شوف ايها تشيز فرنسويه وايها طليانيه وهي لبنانيه. في مزبوط، خليت هون كمان مره خليت هون. صحيح، اليوم اكيد اللي التشيز الفرنساوي اللي مشهور وكل العالم تعرف انه الجبنه كثير مشهوره بفرنسا، ولكن كمان مره خليت بمنطقتنا. نعم. نحن بنعمل كثير اشياء ممتازه بمنطقتنا، بس بعدين اوقات الديفلوبمنت بنضيع شوي فيه، بنضيع شوي على الخط في حد ما قضيت على الجبنه، يعني مش بس يا ريت بس على الجبنه. يا ريت بس على الجبنه. فنسبة للتشيز هيك خلق التشيز. هلا هو فعلا شو هو التشيز؟ في كثير كونفيوجن بكلمة تشيز. التشيز هي برودكت مادر نحصل عليه من الحليب، اما من الكريم الحليب، بعد ما بنزيد له برودوي اسيد اللي هو عادة الغنت، اللي هي انزيم اللي بنلاقيها بمعدة الخروف، اما كمان بتقدر تكون بمعدة حيوان ثاني، اما كمان نقدر نعمل نفس الرياكسيون بشيء ببرودوي اسيد بيقدر يكون الحامض اما الخل فور اكزامبل. سو بعد ما حطينا هل الغنت بالحليب اما بالكريم، راح يفصل الحليب اما الكريم، راح تفصل، راح يكون في مي من جهه بنسميه بوتي لي، من جهه ثانيه شيء شوي مجمد. هذا نحن بنحطه بفورم، هذا اول شيء نحن بنسميه قريشه. القريشه هي فعلا حليب انفصلت. صحيح، بايطاليا ريكوتا نفس البرنسيب.
ولكن بعد ما فصلت من حتى بقالب مشان هيك فروماج فورماجو اللي هي القالب وبعد ما حطيناه بالقالب راح نقمله ميته راح نعصره يمكن نعصره مشان تخف المي بعدين راح نعتقه مبدئيا شوي منشوف شو المراحل الجايه بعد هالوقت نرجع مع مسيو غورمي بنرجع على الجبنه الاجبان يلي كثير بنحبها بس انه كمان هالقد في فرايتي بالاجبان انه في اشخاص يعني بحبوا نوع من الاجبان وممكن يكرهوا نوع ثاني صحيح بالاساس لازم يكون في كلاريفيكيشن نحن عند مسيو غورمي نحب نوضح الاشياء معناتها لازم نعرف شو عم ناكل اكثريه الاجبان هي جبنه بس في كثير كل يوم ناكل برودكتس مكتوب عليهم انه في جبنه ولكن هدول منهم جبنه سو خلينا نفسر انه كل شيء منه مصنع كثير خطره كل شيء ناكله منه مصنع بالطريقه اللي هلا فسرتها من شوي انه نحن اخذنا الحليب اما اخذنا الكريم حطينا فيها الرنت انفصلت بعد ما انفصلت حطيناها بقالب صفيناها بعدين عتقناها يمكن فتره معينه ومبدئيا اذا قالب حطينا له شويه ملح كل شيء منه مصنع هيك هيدا منه جبنه ما بنقدر نسميه جبنه معقول يكون في صنفين جبنه مخلوطين مع بعضهم هدول بيكون اسمهم على كل حال جبنه ما في مشكله اذا باخذ ماسكربوني وغورغونزولا بحطهم سوا بحطهم نفس القالب هيدي جبنه هيدي جبنه القالب بضم اسمه جبنه شو البروسيس تشيز يعني اللي منهم جبنه؟ معقول يكون في شيء بنزابر شوي اوقات على الكلمه بنعمل طريقه انه الكونسيومر ما يعرف بالضبط شو هي، ان ذات كيس بنفتكر انه عم ناكل جبنه ولكن ما عم ناكل جبنه، بس بالجبنه مثل ما عم بقول بحق لنا الجبنه نزيد لها اعشاب، نزيد لها حر، نزيد لها بهار، بضم اسمها جبنه بتصير جبنه مع بيبر، بتصير جبنه شو اللي عم ينزل لها يلي عم يخليها تصير مش جبنه؟ لما نحن بنزيد لها شيء لسبب نزيد لها طعمه اما نكهه بس مش منشان ناخذ محل الحليب ان ذات كيس بحق لنا نسميها جبنه، يعني بيقدر يكون في جبنه مع بيبر ما في ما في ولا مشكله. هلا في اجبان بالسوق ما فيها حليب؟ في اجبان هن بيكونوا برودوي ليتي معناتها اجبان معموله بالبروتيين اللي بتلتقى بالحليب بنزيد لها بالم اويل منزيد لها نشا وهيدي عندها شكل الجبنه عندها بسموها تشيز ولكن اتس نوت تشيز تكنيكلي منها تشيز هدول نحن معقول نلاقيهم بالقالب بالسوبر ماركت بما انه عاده طعمتهم منها كثير طيبه يمكن ما عندهم سوق كثير كبير ولكن عندهم هيوج ماركت شير بكل شيء انجريدينت بنلاقيهم بعدين بطبقه معينه بنلاقيها كمان على طاولتنا بعدين معناتها اذا انا بدي اكل لازانيا بالفاست فودز وبال يعني الاكل الموجود اكيد بنلاقيهم بالفاست فود بس بنلاقيهم كمان عندنا بالبيت بنكون يمكن ماركه كثير بناكلها وحده بس بناكلها مطبوخه بناكلها مطبوخه يعني بناكل لازانيا بناكل بيتزا عندنا بالبيت فروزن بيتزا بنشوف انه بيتزا اكيد في عليها جبنه ولكن هالجبنه يمكن من ليه على الانجريدينتس انه مكتوب موتزاريلا بنقول هيدي البيتزا معموله بالموتزاريلا ولكن مش لان في عليها موتزاريلا ما فيها برودوي ليتي ثاني يعني برودوي معمول بالحليب وبنكون عم نزابر شوي على المستهلكين بس بلشوا الاتصالات للحقيقه ميشيل لانه عم يعني تطرح موضوع خطير صحيح هلا الناس اللي بحبوا انواع معينه من الجبنه في ناس عن جد يعني الجبنه كثير مهمه بحياتنا عندهم كثير اسئله هلا اول سؤال الروكفور شو وضعه؟ بدك تفسر لنا وتعطينا لكن في عندنا كاتيجوريز اجبان بالكاتيجوريز الاجبان بنقدر نعمل عده كاتيجوريزيشن اول كاتيجوري بنقدر نقول في عندنا الفريش تشيز والايج تشيز والبلو تشيز بس انه روكفور فينا نلاقيه فريش وفينا نلاقيه مصنع وفينا نلاقيه ولا خلص الروكفور روكفور لا بالمين كاتيجوريز بنقدر نعمل عده كاتيجوريزيشن وان اوف ذيم بنقول انه في عندنا فريش في عندنا ايج في عندنا بلو هيدي نوع كاتيجوريزيشن In that case, الروكفور بيروح بالكاتيجوري بلو تشيز. بلو تشيز روكفور قبل كل شيء هي ابيلاسيون يعني بتنعمل بمنطقه معينه بتنعمل بفرنسا ما بتنعمل بمحل ثاني معموله بحليب
اللي هو حليب الغنم ما تنعمل بحليب تاني. الابيلاسيون هي بتغير، بتعمل روج انه كيف بده ينعمل روكفور. روكفور هي منا ماركه، روكفور هي ابيلاسيون، معناتها كل شركه كل كل ماركة معينة. كل ماركه معينه بها المنطقه هيدي بدها تعمل روكفور، اذا بتطبع الروج واذا بعدين بيجوا من من الكونسورسيوم تبع الروكفور بيشوفوا انه عم بيطبعوا هالروز بحالهم يسموها روكفور. فالروكفور هي منا ماركه. الروكفور معموله ب مثل ما قلنا ب حليب غنم، وبعدين ليه بتصير بلو؟ بتصير بلو لان فيها عفن. هالعفن هو مش لان نسيوة شي مطرح، بس لان ب بايغوي بفوتو شامبينيون. هالشامبينيون بتصير انه الجبنه بتعفن وهيدي بتعطيها كل طعمتها. هلا كل البلو تشيز روكفور؟ لا، روكفور از وان اوف ماني بلو تشيز، من لي رير بلو تشيز بفرنسا، من لي بلو تشيز بالمانيا، من لي بلو تشيز بايطاليا اكيد. ايطاليا بلو تشيز كثير مشهور اسمه غورغونزولا. كمان نفس الشيء الغورغونزولا، يعني غورغونزولا فيه عفن؟ غورغونزولا فيه عفن، بينعمل بالمنطقه بين بيمونتي ولومبارديا، منطقه نوفارا تقريبا، بحطوا لها عفن، بحطوها بس بيكون معمول بحليب بقر، بس نفس البروسيس كمان بيشكوه بيشكوا له القالب، بيصير بفوتوا جواته شامبينيون، هالشامبينيون بيعطي عفن، وبعدين نحن ناكله بنحبه هيك. طيب يعني هلا كون يعني كمان السؤال على الروكفور، وكون الروكفور اوكي اعترفنا انه فيه عفن، بس اذا حطينا روكفور برات البراد بينتزع الجبنه. صحيح، هلا الجبنه كون يعني متفقين كيف نحتفظ بالاجبان. الاجبان اكيد عاده عايزه حراره معينه، عاده هي around 4 degrees. بس في اجبان مثل البارميزان نقدر نحطها لمعتقه مينيموم 12 شهر، نقدر نحطها بحراره شوي اعلى. في اجبان مثل الموتزاريلا دي بوفالا اللي معموله بحليب البافلو، اذا منبردها كثير، يعني اذا انا بارد كثير الروكفور يمكن ما يصير كثير طيب بس ما بينتزع. في اجبان مثل الموتزاريلا دي بوفالا اذا بحطها 1 degree راح تنفصل، وراح مبدئيا راح تغير الكونسيستانس تبعها، راح تدوب بالمي if it's the right one. فالحراره هي شيء اساسي. نحن عاده كيف نحتفظ بالجبنه بالبيت؟ نحتفظ بالبراد، اللي كثير مهم انه الجبنه نقدر نحتفظ بالامبلاج الاساسي تبعها. اما اذا فتحناها نرجع نسكر شو بالامبلاج، اما اذا ما عندنا الامبلاج نحط له امبلاج من عندنا. المهم المشكله هي انه اذا قبل هالامبلاج كان نخلي الجبنه تتنفس، لما حطيناه للامبلاج تبعنا يمكن ما رح تقدر تتنفس بقى، معناتها احسن ناكلها بسرعه. اما هلا الموتزاريلا بالمي، الموتزاريلا عادة بتجي بالمي، وعادة لما بنفتح الموتزاريلا عادة الفورما اللي بنلاقي أكثر شيء 125 جرام وقت في 250 صغير رح ناكلها بسرعة. بس النقطة هي بالنسبة للتشيز، نحن فتحناها بالبيت لما بنحطها بالبراد، المهم إنه ما تاخذ طعمة الخضرة الفواكه، أما إنجريدينت ثاني محطوط بالبراد أكثر من غيرها ممكن تسحب طعمة؟ كل شيء بيسحب طعمة، ولكن الجبنة بما إنه بناكله رو مهم انه نقدر نستطعم فيه وما نكون نحن عم ناكله نكون عم كمان حاسين طعمه يمكن كثير طيبه بس ما بدنا اياها، ما بده يكون عندها طعمه عنب اما درة. بهالكاتيجوريز اللي حكيت عنهم وين الجبنه الصفراء بتكون؟ اوكي، اللون هو منه كريتيريا نسبه للكاتيجوريزيشن. نحن اذا اول كاتيجوريزيشن هي الفريش، الفريش هن عادة بيضة لونها هو مبدئيا أبيض، وبعدين لما بتتعتق الجبنة أكترية الأوقات بتروح على لون شوي أغمق وبتقدر تروح على اللون الأصفر. بس مش ما بنقدر نعمل كاتيجوريزاسيون نسبة للون، اللون منه كريتيريا، نقول إنه في عندي جبنة بيضة، جبنة صفراء، وجبنة بلو تشيز. It's not categorization. طيب سؤال ثاني كمان للمشاهدين، الموتزاريلا بيضاء او موتزاريلا صفراء؟ هيدا كثير مهم. بلبنان بنلاقي موتزاريلا صفراء، لان هدول عاده في ماركه مالتي ناشونال امريكانيه
بتسميها موتزاريلا، ولكن هالبرودوي ما بيلتقى ابدا بايطاليا، وهيدي اتس نوت موتزاريلا. اذا عم بقول انه في طريقه معينه لصنع الجبنه ولازم تكون ابروفد، يعني هو اثنين انواع مختلفين من الجبنه. هيدا ضعف من الايطاليان اوتوريتيز، ما قدرت تحافظ على اسم موتزاريلا مش بس بايطاليا بس بكل العالم. اليوم بنلاقي موتزاريلا صفراء عاده بيكونوا سلايست، ما عندهم ولا علاقه مع الموتزاريلا نسبه لإلي. وبس بلبنان بما انه هيدا برودكت جاي من بلد ثاني اللي هو عاده امريكا، اللي بامريكا مسموح يسموه موتزاريلا، نحن بنلاقيه باسم موتزاريلا. مش معناتها بالنسبه لك ما لها يعني النكهه والطعم ما لها علاقه. If موتزاريلا is Italian cheese as it's supposed to be, this is not a mozzarella. هيدا شيء ثاني. هيدا شيء ثاني. اوكي، بنعطيه تسميه ثانيه بس بعد الوقف. مثل الموتزاريلا مثل الروكفور. رح نرجع عند مسيو غورمي وحديثنا ما بيخلص اكيد عن الاجبان، والمشاهدين كمان عندهم كثير اسئله عن الاجبان. حكينا عن الجبنه الصفراء اللي بنستعملها، يعني بنحب الجبنه الصفراء لانها بتذوب على الاكل، لانه بتذوب بالبيتزا والى اخره. كل انواع الاجبان اللي بنستعملها وهي صفراء ومستعملها لحتى لتعطي هل كونسيستانسي اجبان صالحه او اجبان او مش اجبان، مش صالحه او غير صالحه. هي فعلا المين كاتيجوريزيشن منشان الاجبان. في عندنا الاجبان اللي بيسموها بادجور، يعني قاسيه، يعني لما بنقصها بتفتفت شوي بتنكسر. نوع من هالاجبان هو البارميزان اكيد. نوع ثاني هو البات مول، بات مول الطريه. الايمنتال هو بات مول، البري هو بات مول، الكامامبير هو بات مول. بعدين عندنا الفرماج الفري. بالفري عندنا الكاتيجوري مثل الموتزاريلا اكيد، اللي هو بالكاتيجوري الفريش هن بات فيلي، معناتها فيلامون. اوكي، وبعدين في عندنا الكاتيجوري تبع البلو. هدول هن الفور مين كاتيجوريز. بكل كاتيجوري في عندنا سب كاتيجوري، معناتها اذا ناخذ الفرماج اللي بفتفت شوي مثل البارميزان، هو هون في عندنا بالكاتيجوري تبع الفرماج اللي بفتفت في عنا هاللي الحليب استعملناه هو، في الحليب اللي سخنناه، في الحليب اللي عملنا له باستوريزاسيون. بالبارميزان نحن سخنا الحليب، بعد ما بلش يصير شوي قاسي أخذنا كسرناه شوي، فمنشان هيك الحليب ما عنده هالكونسيستانس هاليونيفورميتي، لأن في كسرناه بالبارميزان بيكسروه على الإيد، في عندهم انسترومنت بعدين بيكسروا على اليد، لما ببلش يجمد بيكسروا، فلما بيرجع بيجمد في جواته شقف صغيره. هيدا نوع من الفرماج ابات دور. هلا اكيد لما كان بعده حليب كان لونه على ابيض، شوي على شوي بيغمى، بس كمان لونه عنده علاقه مع المنطقه، معناتها اذا بناخذ بارميزان غرانا بادانو اللي هو نوع من النوعين البارميزان، في البارميجانو ريجانو والغرانا بادانو، في منطقة بإيطاليا حد بلودي الجرانا بادانو بيطلع لونه أبيض أبيض أبيض، علما أنه أكترية الجرانا بادانو لونهم على أصفر. فكمان نوعية الحليب بتأثر كتير على اللون النهائي. طيب اللون... ليه في كتير فرق بالأسعار؟ مع أنه آخر شيء عم ناخد برودوي شكله yes. شكل بارميزان صحيح، وتنوصل لهالشكل في كل هالمراحل. هلأ قبل كل شيء البارميزان اللي نحن منلاقيه بالسوق منه كله بارميزان. منبلش من هون. معناتها اذا بنشتري عم نخاف نسالك لا صحيح، اذا بنشتري بارميزان بايطاليا اللي اسمه بارميزان هو فعلا بارميجانو، اسمه بارميجانو هو فعلا معمول بالبارميزان. ولكن في بلاد ثانيه امريكا، نرجع لموضوع امريكا، اذا بنشتري بارميزان بامريكا بنلاقي انه بالكومبوزيشن اللي هي كمان بلبنان، البارميزان اللي جاي من ماركه امريكانيه ملي على الشلف مكتوب عليها بارميزان، بس لما نطلع على الكومبوزيشن تبعها بنشوف انه فيها بارميجانو، ولكن فيها كمان اجبان ثانيه مثل بيكورينو رومانو اللي ارخص بكثير وبتحافظ على شكلها، لانه هالاجبان الثانيه كمان عندها تشبه البارميزان. حسب لما بنروح على الجريتد بارميزان هن بيكونوا بيخلطوا البارميزان، بيكون يمكن غرانا بادانو مع بيكورينو مع اجبان ثانيه وبيسموها بارميزان. نسبة للعالم بارميزان هي جبنة أنا رحتها على الباستا. كل حال الجريتد ما مش منصح فيها، لأنه أصلاً حتى ما أنا أرخص.
فليش بدنا ناخذها؟ ليه ما بناخذ قطعه البارميزان ونخلي انه تنعمل قدامنا يعني 100%؟ بس اتس كايند اوف كوموديتي، ما دام ما اجي برشها كل مره بتكون سهله من شان الاستعمال، وهيدي اكيد بكلفنا كثير غالي، بتروح نكتها بتروح تعملها والكونسرفيشن اثر وكل شيء، اكيد احسن بكثير ناخذ شافه بارميزان ونبرشها اون ذا مومنت. ولكن اذا بدنا ناخذ البارميزان كبارميزان، بدنا ناخذ بارميجانو ريجانو لنفترض، ليه في عندي كثير اسعار؟ قبل كل شيء البارميجانو ريجانو معقول يكون عمره 12 شهر، معقول يكون عمره 18، معقول يكون عمره 24 شهر، اما مادر نطلع كمان. بعدين مش كل البروديوسر عندهم نفس الكواليتي. ليه؟ لان في انواع بقر اللي بيعطوا نوعيه حليب احسن من ثانيه. اليوم بايطاليا في تو مين كاتيجوريز، في البقره الاصليه التلينيه اللي منها كثير كبيره كحجم تعطي حليب كثير دسم وكثير طيب، في البقره اللي اكيد بايطاليا بس جايبينهم الراس جايبينهم من هولندا، بقره اكثر بكثير بتعطي كميه حليب اكثر بكثير، ولكن مش نفس الكواليتي تبع البقره التلينيه بالاصل. هذا السبب. في عنا كمان البارميزان اللي البقر بيكونوا على شوية علو بيسموه لي دو مونتاني، هذا كمان الكوانتيتي الحليب أقل بكتير ولكن نوعيته أكتر بكتير أحسن بكتير. فبالأخير لما نشتري بارميزان، مين البروديوسر، شو شكل البقرة، قدي عتقوا، هدول كلهم كريتيريا اللي بيقدر يعمل انه سعر البارميزان بيطلع من يعني بدنا الاي دي تبع البقره لنعرف اذا وقيه الجبنه منيحه ولا لا. البارميجانو ريجانو دائما كثير منيح، دائما طيب، ولكن بهالطيب في لا في كثير فرق، في ليفل كثير عالي او فرق كثير واطي. لما بيطلع البارميجانو ريجانو كثير طيب، بس بعدين شو بيصير بعدين؟ هيدا ما بنعرف، معناتها اذا انا زكي between many brackets بدي اجيب البارميزان تبعي بكونتينر منه مبرد بقول لي ماشي الحال، الحراره برا بس 25 درجه، بكون انا عم بوفر على الكونتينر بكون عم بوفر 4000 يورو. بعدين البارميزان بالاساس كان طيب، انا وفرت هون 3-4000 يورو اللي بالسنه بيعملوا لي يمكن 30-40000 دولار، بس البارميزان بيوصل على لبنان بابا طيب. كمان في سؤال، الشل يلي بتكون يعني مغلفه فيها البري او البارميزان او كثير انواع من الاجبان التلينيه والفرنسيه كمان، شو هي وكيف ما بتاثر على طعمه هذا، وهل هي بتتاكل؟ Very good question. نسبة للهلي عليها، عادة الجبنة إذا بنروح على البارميزان صار قاسي، القشرة ما بنقدر ناكلها، مش إنه ما بتتاكل كثير قاسية، حتى إذا بناكلها ما بيصير شيء. إذا بنروح على جبنة مثل على البات مول، البات مول معقول يكون حطيناها عليها شامبينيون وبعدين عتقناها، هدول in that case اما بنخلي لهم اياه بنخلي الشامبينيون عليها وبعدين نقدر ناكلها مع الشامبينيون، اما اوقات بننظفها بننظفها بفرشايه كمان ذات كيس بتاكل. ففي في ايتمز بتاكل وفي ايتمز ما بتاكل، مثل الجورجونزولا مش مفروض ناكل قشرته، حتى اذا اكلناها ما رح يصير شيء ولكن ما لازم ناكل قشرته. فكل جبنه يعني مصنوعه من شو؟ شمع؟ شو؟ لا مش شمع، هن الشامبينيون، بس الشامبينيون هل محطوطين على الجورغونزولا من برا، هن مش ما لازم ناكلهم لان رح تخلي الجورغونزولا يعطي نكهه اطيب، بنعمل بهالطريقه ولكن قشره الجورغونزولا ما لازم تتاكل. هي عم تحافظ على الجورغونزولا بس مش هي بارت من الطعمه. صحيح، اذا اكلناها ما رح يصير شيء ابدا ولكن مش مفروض ناكلها. ونفس الشيء نسبه للاجبان الباقي، نسبه للبري الكامامبير اللي بيتاكلوا، فيها اللي ما بيحبوهم، بس انا نسبه للجبنه لما القشره بتتاكل، يعني منا كثير قاسيه، اما لما مش مفروض ناكلها، لما بتتاكل مثل بالكامامبير انا اكيد من هاللي بيكلوها، لان كمان بتغير التكستور بتغير الطعمه. فاذا كل نوع جبنه رح يكون عم يتحافظ عليه بطريقه مختلفه عن الثاني. صحيح، بطريقه مختلفه، لان في الجبنه هاللي لما معتقه مثل البارميزان، مثل ما قلنا معتقه مينيموم 12 شهر، هيدي مزبوط عاده تجي بس كيف معتقه؟ كيف معتقه؟ اذا بنرجع على البارميزان، البارميزان بالاساس القالب هو تقريبا 35 كيلو، بس لنحصل على 35 كيلو طلعنا من 600 لتر حليب، 600 لتر حليب اعطوني 35، يعني تم قد فيها كالسيوم وبروتيين على مستوى كثير كثير عالي. فهيدي الجبنه مزبوط انه بتجي لما القالب بيطلع ونستورد القالب بيكون محطوط عليه شيلف لايف، يمكن شيلف لايف سنه،
ولكن اليوم نلاقي بارميزان بالسوق عمرهم كمان 10 سنين ما في مشكله. وفي برودويات حتى اذا الشيلف لايف بيكبر عليهم بيست بيفور نقدر ناكلهم بعد فتره كثير طويله. الكامونبير هو من الاصناف اللي عاده شيلف لايف يمكن شهرين، ولكن انا بحب اكلهم لما قطعوا الشهرين. وفي اجبان مثل الموتزاريلا بيكون في بيوم يعني معين. بدنا خبير لحتى نقدر نشوف شو يعني. خلص وقتنا، اكيد رح نرجع نحكي خاصه هلا على قرب الاعياد، رح نرجع نحكي على تشيز كمان مع الواين. خلص وقتنا لليوم، حلقتنا قصيره بس بكره اكيد اسبوع جديد ب ام تي في الايف. باي باي.